www.adakira.com. بغيت تعطينا التعريف ديالك. سي شعيب طه رئيس بلدية مسكورة. نعم. زياد 1/1963. المهنة متصرف. المهنة ديالك اللي هي خارج النطاق ديال السكنة بجامعة مسكورة. تسكن الجامعة ديال مسكورة. الانتماء ديالك السياسي؟ الحركة الشعبية. الحركة الشعبية. واش سبق لك مريتي مع احزاب اخرى ولا؟ نعم. البداية كانت حزب التجمع الوطني الاحرار في 97. 97 كانت في حزب التجمع الوطني الاحرار، ومن بعد الحركة الشعبية. اذا شحال من المجلس في الحركة الشعبية؟ جوج المجالس. جوج المجالس. الحركة الشعبية اللي تيكون الأمين ديالها العام هو أهل حردان، دابا العنصر. نعم دابا لا دابا السيد العنصر انشق، كان انشق وعاود هو الآن وزير الداخلية. عطينا شحال كم ديال الأعضاء اللي هما تيتواجدوا في جامعة مسكون؟ الجامعة فيها 35 في المجلس الأعضاء. 33 35 من ضمنهم كاين 4 ديال العضوات النساء، 31 ذكور و 4 نساء. نساء. شحال من أعضاء عندك من نساء؟ 4. أعضاء تاع الرجال شحال؟ ديال الرجال 31. واش يمكن تكون الأسماء ديالهم ولا بزاف عليك؟ كاين ذكير عبد القادر. ذكير؟ ذكير هو ذكير هذا رئيس صالح. كان صالح في مسكرة أول نائب معنا ونائب أول. نائب أول ذكير. ذكير عبد القادر هو أول هذا نعرفوه. هذا كان تقريبا هو دوز مع رئاسة ما وما زاليز وزا تما هو المدراء. هو المسكرة ابن ذكير. كاين أحمد ماهر. السيد أحمد ماهر. زين. كاين السلماني محمد. السلماني محمد. كاين السافري محمد. السافري. السافري محمد. سافري محمد. كاين بهلولي. بهلولي. كاين شاكيب. 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 شاكيب زين. هادو أعضاء ياك. كاين النواب وكاين شاكيب. كاين غزلان. غزلان عبد القادر. غير ردو تهضر لي شحال مرة قلت لك هادشي. لا ردو. كاين غزلان عبد القادر. غزلان. غزلان عبد القادر زين. نبيل السلماني. نبيل. نبيل السلماني. السلماني. وكاين خدير عبد الهادي. خدير عبد الهادي. عبد الهادي. وكاين كاين كرامسي. كرامسي محمد. كرامسي محمد. كاين عبد الله شجاع. عبد الله شجاع. وكاين عبد الله بحار. عبد الله بحار. عبد الإله. عبد الإله. عبد الإله بحار. بحار. وكاين محمد ماهر. كاين هذا الاسم تكرتي ديالك. لا كاين محمد وكاين محمد. كاين جوج ديال كاين محمد ماهر. محمد ماهر. وكاين محمد ماهر. وكاين دريوش بوشعيب. ماهر دريوش بوشعيب. هادو كلهم اعضاء ياك يعني. كلهم اعضاء. دريوش بوشعيب. وكاين عبد المولى. عبد المولى. عبد المولى
العسري. العسري. كلمة العسري. وكاين كاين عاود كنكمل دائما في الرجال عاد ندوز. واخا. كاين كذلك كاين السافري سعيد. السافري سعيد. محمد ذكير من غير عقاب الذكير. محمد ذكير توا هذا اخ ديال ذكير. لا الابن ديالو. كان ذكير انا ذكير تيبان لي راه كان غير بوحدو هو ذكير. الابن ديالو محمد. وكاين الغريسي محمد. غريسي. هادو كلهم اعضاء معاه. غريسي غريسي محمد. محمد. زيد. في السافري قلنا السافري سعيد السافري عبد الرحيم في الاخر ياك. اييه. وكاين كذلك كاين الامين عبد الله. امين عبد الله. وكاين المالكي. المالكي عبد الكريم. المالكي عبد الكريم. وكاين بونصير. كاين عبد الله بونصير. 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 كاين عبد الحليم السعدي. شكون؟ عبد الحليم السعدي. عبد الحليم. عبد الحليم السعدي. كاين بطي. بطي بطي زين. وكاين رشيد الرافعي. رشيد الرافعي. رشيد الرافعي. وكاين حسون. حسون. وكاين طارق. حسون. كاين طارق. وكاين بوعز الغربي. بوعز الغربي. وكاين جبيل. هذا هو الاسم اللي تقلب علينا محمد. انا عرفتو كاين تما وترشح تما ودخلت تما في هذه الانتخابات يعني هذا هو دابا اصبح كعضو تما وكان رئيس الجامعه السابق ديال المرشد هو محمد اجبيل ياك؟ نعم محمد اجبيل كعضو ياك؟ عضو اجبيل وعندك في النساء كاين خديجه الصالحي. خديجه الصالحي. كاين حسنه السعدي. خديجة الشعبي. خديجة الصالحي. زين. حسنة السعدي. حسنة. السعدي. حسنة. شحال بيهم؟ نسائية. أربعة. أربعة. السعدي. زين. وكاين كاينة فاطمة وامو. فاطمة وامو. فاطمة وامو. 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 وكاينة رحمة. رحمة. رحيوي. نظن ما نسيتش شي واحد. لا ما نسيتش شي حد ولكن لا اذا نسيت شي حد نتذكره. غير خليه باش يبقى الضيبه اللي واحد شويه. لا بعيده عليه. لا راه تهضر يا سيدي على راه الضو فينا هو البروجيكتور فينا حتى حنا قاعدين نقصوا هادشي هذا في الهضره في المونتاج غادي نقعد نزيد نخدم الضو هذاك الضو خصو يكون باش يبان السيد هو تاع يعني راه حنا شحال فيس ما كيبانش بحال الكاميرا. بالنسبه اللي حصلت عليها انت باش سمحت رئيس ديال بالنسبه في الجامعه التصويت ديال الاعضاء ديال 20 20 مقابل 15 20 مقابل 15 20 مقابل 15 شحال من عام تقريبا انت رئيس الجامعه؟ من بدايه ديال الماندا من شهر 6 2009. نعم احزاب اللي كنتي كتمد الاحزاب اللي كنا درنا مع التحالف كاين حزب الحركه ديالنا وكاين حزب التجمع الوطني الاحرار وكاين حزب العداله والتنميه. العداله والتنميه. وحزب الاتحاد الدستوري. الاتحاد الدستوري هو باش في محمد جميع. كان انا كان محمد جميع. في العشرين. انت بغيت يعني هذه المعارضه اللي كاينه. نعم. عندك داخل الجماعة كيفاش تشوف انت واش هي نزيهة واش هي هناك معارضة نيت في يعني في يعني بمعقول ولا المعارضة؟ نعم بالنسبة للمعارضة في الأول كانت المعارضة ديال 15 مي راه مبقاتش دابا المعارضة ديال 15 مبقاتش المعارضة تقريبا دابت هذيك المعارضة ويمكن نقول لك بقات تقريبا في شي خمسة ديال الناس ولا ستة ديال الناس.
اللي كيديروا المعارضه تقريبا، وانما اخرين ولاو دخلوا في اطار، لانه فوق من هذا الشيء كتشوف دائما المصلحه، المصلحه ديال المواطن. تمام، هذا الشيء اللي نسميك عليه. في البدايه كانت المعارضه من طبيعه الحال ماشي معارضه من اجل المصلحه العامه، ممكن كانت معارضه من اجل المعارضه. كانت مسألة ديال لا على الضد ولا شي حاجة صافي، ولكن من بعد واحد الفترة فعلا كان حنا خدينا العمل ديالنا واستمرنا الخدمة ديالنا ولو كانت معارضة، ومن بعد المعارضة بدات كدوم. لا واش المعارضة دابا اللي كاينة 5 ولا 6 ديال الأعضاء واش هي في المصلحة العامة ولا المصلحة الخاصة؟ لا هي ماشي في المصلحة العامة، لأن المصلحة العامة حنا اللي كنشتغلوا فيها دابا، وإنما قات هذيك الحزازات الانتخابيه وقات في الانسان في القلب ديالو يعني دائما. بغيت سؤال على واحد الرئيس السابق احمد شافعي. اييه. ما بقاش دخل الانتخابات. لا ما دخلش الانتخابات وحتى بعد الانتخابات ما بقاش. وكان واحد الاخ ديالو حتى هو. هذاك باقي داخل الانتخابات. باقي في المقاطعه ديال عين الشق. ديال عين الشق. وراه باقي في البرلمان. لا البرلمان مش تصور. هذا السي احمد شفيق ما بقاش. لا ما بقاش. هذه مجاعة. أعطينا الاستحقاقات اللي أنت حققتها في هذا المجلس اللي أنت كرئيس. يعني المشاريع. مشاريع الاستحقاقات. المشاريع كاين واحد مجموعة ديال المشاريع بطبيعة الحال اللي غادي نبدا بها الجر ديالها مشروع مشروع. باش نعطيكم كل مشروع تقريبا في المنصب. كاين المشروع أولا المشروع ديال لاميناجمون دي سونتر. تهيئة مركز بوسكوره اللي هو دابا خدامين فيه، اشغال مشات فيه تقريبا واحد 60%، الشطر الاول ديالو تقريبا تنجز، وفيه الشطر الثاني والشطر الثالث اللي هما الشطر الثاني راه غادي يخرج في الجريده الكونسيبت ماشي كونسيبت الجرائد هاد الايام او في الجريده الرسميه. لا ماشي الجريده، يخرج في الجرائد. باش تعطل كسبقه كسبقه باش تعطل الشركات. الشطر الثاني والشطر الثالث يمكن يكونوا متوازيين بجوج في دقه واحده باش يكمل السونتر. طبيعه الحال بالنسبه للمواطن تيشوف وتيحس بانه كاين شويه التحركات، كاين الخدمه، كاين التغيير. بالنسبه لهذا كمشروع اول ديال لاميناجمون دي سونتر. المشروع الثاني اللي هو تو كيتواجد تقريبا في السونتر اللي هو مشروع ديال تهيئه منتزه بوسكوار. يعني واحد بارك اكواتيك اللي كاين تما بوسكوار اللي كان سنين هو عباره عن حاجه ليمنسيه، كاين فيه الواد فيه الشجر فيه شيء تاريخي اللي هو دابا حاليا راه داخل في التهيئه سقاره تعطات وراه كيتهيئ، لانه هذاك هو المنتزه الوحيد في السفينه ديال بوسكوار. الناس اللي بغات غير تخرج الليل وتجلس في الجردار تي هذاك هو المنتزه والمكان اللي لقيناه ملائم للسكنه ديال بوسكول. كاين مشاريع اخرى ومن ضمنها مشروع ديال تهيئه ديال المسالك. بطبيعه الحال كاين المشروع الاول راه خدامين فيه تقريبا من واحد 15 يوم غنبداو في التزفيت ديال الطرقان. تعبيد الطرق. تعبيد الطرقان لانه الصفقه تعطات والاشغال باديه. الطرق واحد العدد ديال الطرق دابا اللي تصوبوا تعودوا دات لهم تشوفنا وما بقات لهم غير الكوش ديال لونغوبي في الاخر. هذا مشروع تقريبا اللي فيه تقريبا واحد مليار. هذا المشروع هذا ديال الطرق واحد مليار. وكاين مشروع اخر اللي هو راه تأججت الصفقه ديالو، راه صيفطناه المصادقه غير هاد اليومين اللي هو توا تقريبا واحد مليار ونص تا هو ديال المسالك. يعني من هنا الا جانا من هنا 15 يوم ولا شهر غادي نخرجوا للاشغال. المصالحات اللي قمتي بها شحال من شهر؟ يعني بحال اش زعما المصالحات تاع هذاك السكن العشوائي اللي رويت ومشيت مصالح مصالح الاصلاحات الاصلاحات اللي قمتي بها تقريبا شحال من عام؟ لا واش بالنسبه للسكن العشوائي؟ على السكن العشوائي. احنا السكن العشوائي هو اللي دابا حاليا حنا لو سيبل ديالنا هو هذا السكن هذا. علاش؟ لانه هو اللي فيه واحد الطبقه اللي متضرره، واحد الطبقه اللي خصها واحد العدد ديال المرافق من ضمنهم الواد الحار واللو بوطابل الماء صالح للشرب من العموميه الطرقان. هاد الطرقان هما اللي مديورين لهاد الناس.
هادو اللي درت عليهم من غير الطرقان اللي هما غادي نهضر عليهم بعد اليوم ديال لي زاكس لي غرون زاكس اللي كيدخلوا البسكول. هاد بالنسبه لهاد الناس هادو لهاد الا بغينا نقولوا الاحياء، لانه حنا دابا ساقينا من جماعه القرويه للجماعه الحضريه، حتى المفهوم ديال الدوار ما بقاش عندنا، ولات عندنا مفهوم ديال الحي. بطبيعه الحال دوزناه في المقرر وصدقوا عليه الاخوان ديال المجلس. بالنسبه لهاد الناس هادو الاهل سيبليناهم في بزاف ديال المرافق. اولا المراكز الصحيه، عندنا في هذا الاطار حاليا ثلاثه ديال المراكز اللي في طور انجاز للفرقه على حساب الاحياء، اللي هي داز فيها الشطر الاول لي غروزوفر تبنا ودابا راه في لا فينيسيا. ثلاثه ديال المراكز الصحيه عندنا كذلك في هذا الاطار مستشفى ديال بوسكوره اللي تعطات الصفقه وتعطات تنظمات لورد سيرفيس وقيله تقريبا الهدف المالي ديال شي تقريبا شي مليار ونص. اذا غادي يكون مثلا مستشفى ديال مثلا ك ك كبعد المستشفيات في دار الدار غادي يكون تقريبا بحال هكا، ويمكن يكون احسن لانه هذا الشطر الاول فيه بعد عاد يمكن المساحه اكبر مساحه تما كاين عندنا الارض ديال الاملاك المخزنيه كاين المساحه هذا غادي تحط على بروجي. كنظن انه غادي يشغل واحد جوج هكتارات تقريبا مستشفى زعما في المستوى بين قطار وجوج قطارات. نكمل لك بالنسبه لهذوك الاحياء اللي هضرت عليهم الاخت، هو المهم واللي هما متامس الحاجه اليه وهو التطهير السائل والماء صالح للشرب. دوزنا واحد الاتفاقيه سنيناها جميع المصالح، سناها السيد الوالي السيد عامل الرؤساء ديال الجامعات، دوزناها صعيد اقليمي سنوها نزل عندك سنوها سجل سنوها في الوزارات وزاره الماليه سنوها في وزاره الداخليه وزاره السكنه تزيد واللي درنا فيها ثلاثة ديال الاطراف اللي غتساهم باش دير الماء والرواد الحار لهاد الناس. ودرناها كاشطور، خدينا الشطر الاول غادي الجماعه تحط فيه 4 مليار والناس ديال لاليديك مع المستفيدين 4 مليار، يعني انه كل دره تخلص 2000 درهم السيرفيس 2000 درهم ديال الماء 2000 درهم ديال البحر. اذا الاثمنه تتكون زعما المواطن راه مناسبه ماشي 2000 درهم ويمكن يخلص غير الواد حار 2000 درهم راه مهمه بزاف وصندوق 100 صندوق 100 يخلص 4 مليار. وكان تنسق مع الجمعه غير باش نقول لك واحد النقطه، وهو الاتفاقيه راها في المرحلة الأخيرة باش تبدا الأشغال، وحتى الصفقات ديال هاد الدراسات الموجودة والصفقات يمكن لها كاينة في الجرائد. كاين شي تنسق مع عمل الجمعية؟ بطبيعة الحال، لأنه حنا بالنسبة لنا الجمعيات هما اللي كي هما أول ما كنتعاملوا معاهم الجمعيات، علاش؟ لأنهم الجمعيات كينباتقوا من السكان من المواطنين، وحنا حاليا المكتب ديالنا في الجامعة بطبيعة الحال جميع الجمعيات وكنعاونوا جميع الجمعيات من المنخرطين والمنخرطين عندهم بوسكوره. بوسكوره عندنا تقريبا ما يفوق 50 جمعيه، بين 50 و70 جمعيه اللي كاينه، وحنا الجمعيات كنشرطوا عليهم الجمعيه اللي بغات تستافد من الدعم المالي اللي كدير برامج فعلا اللي كتقدم البرنامج ديالها للجامعه كيدوز في الدوره كيتدرس في اللجنه الماليه واللجنه ديال الشؤون الاجتماعيه والاقتصاديه وكيدوز في الدوره وكتخصص لها واحد المبلغ كاعانه باش حتى هي، لان الجمعيات ما عندها منين تدخل فلوس الا ما سالتيهاش ما عاونتيهاش. يعني هاد شهر جوج دوزنا تقريبا واحد 15 جمعيه اللي ساندنا ماديا من غير اللي ما عندهاش البرامج، راه كنعاونوها معنويا بالاليات ديالنا. واش تدخلوا كما داخل الجماعه؟ بطبيعة الحال منذ 2009 فاش تولينا رئاسة المداخيل ارتفعت، الفائض الحقيقي ارتفع. كان الفائض الحقيقي قبل من 2009 كتبقى هذيك ما بين 400 و800 مليون، ملي جينا ما كاين غير جوج المليار ونص كتات المليار في الفائض الحقيقي. بطبيعة الحال هو باش كنبرمجوا هاد المشاريع ديال الطرق ديال نرجعوا للتربية الوطنية. شحال تتوجهوا عندكم ديال المدارس، المدارس الابتدائية الإعداديات والثانويات، شحال عندكم تقريبا؟
بالنسبة تابعين جمادي بسكوت. وبالنسبة للابتدائيات راه كاين واحد يعني بكل حي تقريبا، ولا بدا ما كنلقاو واحد مدرسة ابتدائية. مازال الإعداديات هاد الثلاث سنوات الأخيرة أو هاد الأربع سنوات الأخيرة داروا الإعداديات الثانويات، لأن يعني بوسكولا ما كانوش، كانوا الناس تيقراو كيمشيو في سليم معروف. دابا حاليا ولا عندهم الإعدادية عندهم الثانوية. المدارس الابتدائية حنا عطينا الأولوية، الأولوية في المدارس الابتدائية، أي دعم أي حاجة كنسيفطوها ديما للمدارس، لأنه لقيناها واحد الوقت لقينا الاكتباب ديال المدارس الابتدائية، واتجهنا في هذه السياسة ديال أنه التعليم هو ركيزة أساسية بالنسبة لنا. هل هناك مؤثرات للتلاميذ التحقوا بهذه المدارس هذو؟ واش هما كيفاش المواصلات كيفاش؟ هما كاينين دايرين لهم آلية ديال المواصلات. أولا واحد العدد كاين مدارس حداهم حدا ديورهم يعني كيمشيو على رجليهم. ثانيا بالنسبة للناس اللي كيديبلاصاو بعاد شوية اللي سميتو، خصوصا بالنسبة للإعداديات سميتو، دايرين كاين طوبيس تما ودايرين لهم حافلات ديال النقل المدرسي اللي دوزنا مع المبادرة الوطنية. خصنا واحد كان جامد السيتو بريستر بسكوره راه كان حاليا كان ما كاينش مشكل كنساعدهم. وكاين بعض الشكايات اللي عندنا ديال بعض الاحياء اللي ما عندهمش كيفاش يوصلوا، كاين عندهم صعوبه، راه كاين عندنا في البرنامج غادي توصلنا واحد الحافله تهيئوهم دابا ان شاء الله نشوفوا اللي عندهم الاولويه غادي نسيفطوا عليهم. المساحه ديال بوسكوره ديال جامع بوسكوره المساحه ديالها؟ المساحه ديالها 107 كيلومتر. 107 107 كيلومتر مربع. مربع مربع. والسوق اللي بان لينا 7 كيلومتر ماشي متر مربع. السوق كيلومتر كيلومتر مربع. بالنسبه للسوق جامع بوسكوره بطبيعه الحال بالقديم معروفه بسوق الثلاثي حاليا حنا هو اللي داك هو الجانب الجماعه واللي جانا دابا حاليا كيشكلنا واحد المشكل. جانا في المشروع الكبير اللي كاين ديال مشروع الازدهار اللي فيه السكن الاجتماعي وفيه الايواء ديال دوك الناس اللي في الكريانات اللي العمليه بدات ديالهم حنا خدامين فيها. هذا السوق حنا ملي شفنا انه كيشكلنا ديما واحد المشكل تماك، لانه جا في وسط دابا هذا كيتسمى كله تقريبا السونتر ديال بوسكوره مركز. دابا حاليا حنا اشتغلنا في واحد العام حنا خدامين على نقل السوق لواحد الارض اخرى اللي جات شويه ما جاتش في وسط ما تخرجش لنا الاقتدار اللي هي بصوره جامع بوسكوره. دابا السوق حاليا وصل لواحد تقريبا 70% في الاشغال ديالو، والسوق غادي يكون من احسن الاسواق لانه خدينا فيه لاسينيسمون، خدينا فيه لو بوطابل، خدينا فيه الطرقان بلون روبي البوردور لا كلوتور ديالو ليكليراج حتى البرنه ديالو تكون فيها المعايير في المستوى المزار ديالو البرنه نقول لها قريب يوضع اي شيء. لا بغيت نعرف غير السوق هذوما اللي جالي شفتو تاع الثلاثاء جميع المناطق اللي كانت كيديروا السوق تما كاين حنا درت واحد الحوار تما. السوق النموذجي حاليا كان واحد السوق النموذجي دار هذه واحد الفتره ويمكن ولا 8 سنين هكاك ولا 7 سنين، ولكن ما صدقش ما خدمش ليهم مزيان. الناس مولفين في سوق ثلاث هما جاوا سوق ثلاث جاوا وسط منهم كيبغيو يفضلوا يتقداو نهار ثلاث تقدير ديال السيمانه كامله. وحنا في نفس الوقت حيدنا سوق ثلاث غادي يمشي للارض فين كاين دابا، وفي بلاصه سوق ثلاث درنا سوق اسبوعي ماشي اسبوعي سوق يعني يومي يخدم 7 سور 7 حتى هو بمعايير مهمه بحال السوق بحال ماشي سوق حضري كنسميو حنا السوق البلدي سوق اللي فيه تقريبا واحد 151 محل فيه ار بلس ان. شحال من عام تقريبا هذاك السوق تاع الثلاثاء؟ هو صافي لونطون اكثر من 40 سنه ياك. سوق قديم عارف جميع المناطق كتجي لها تماك. ولاد صالح ولاد عزوز بوسكوره سيدي معروف ودابا البلاصه فين خصوصا جميع القراويه كتجمع في هذاك السوق ثلاثه. وزاد دابا الموقع فين حطيناه غادي يستافدوا منه كلشي ولاد عزوز دار بوعزه ولاد صالح بوسكوره سيدي معروف عين الشق جميع الناس يمكن لهم يستعملوا هذا السوق. تقريبا شحال من سنه قلتي؟ هو ما يزيد عن 40 سنه. 40 سنه. السؤال السيد الرئيس.
المشاريع السكنيه اللي كندير المشاريع اللي كندير السكن شكون هاد الناس اللي هما يعني نتوما يعني عملت معاهم اتفاقيه باش قلت حق كاينه الشغل تما كاينه التعليمات الساميه وهي السكن الاجتماعي اولا لانه القاعده هي القاعده اللي عندها كم ذات الاحتياجات اللي ما يمكنش تشري ملك ديال 100 مليون ولا 200 مليون وانما استطاعت تشري بارتمان ديال 25 مليون وبالمصارفه بطبيعه الحال التقسيم مشينا حنا في اداره التعليمات الساميه وهو السكن الاجتماعي حاليا في بوسكورة واحد عدة المشاريع الاجتماعية اللي هي ترخصات في بوسكورة ونعطيك هنا الأسماء ليها كاين السكن الاجتماعي اللي يمكن ديرها العمران اللي في مشروع ديال الازدهار واحد العدد ديال لي زابارتمون اللي كاين تماك عدد الأشخاص أليون سامة مشان حنا ما عندناش أليون سامة بوسكورة كاين دار بعزة دار بعزة كاين العمران وكاين عندنا كاين لالام هما داروا السكن الاجتماعي وداروا مشروع حاليا راه توافق عليه في الوطن ديولاسيون ودابا راه في لاجونس اوربان اللي فيه 4400 بارتمان تقريبا مشروع واحد ديال لالام وعاد مشاريع اخرى اللي كاينه ديال الناس ديال الخواص شركات اخرى مثلا كالضحى كاين لالام فيه الضحى ولالام ضحى مثلا دايرين بارتناريا بيناتهم وشحال تقريبا من المستفيدين تما عندك شحال المستفيد الناس اللي تقريبا اللي غيستافد بطبيعه الحال غادي يخلص 25 مليون ما يشري ما كاينش اللي يستافد بالمجان ولا شي حاجه الناس اللي كيستافدوا هما الناس اللي في الكيانات عندنا حنا الكيانات محسوبين جوج ولا ثلاثه محسوبين واحد كان في عين الشقو ما تقدر الاداري رجع لعندنا وجوج كانوا بوسكورة اللي معروفين واحد فين كاين السوق دابا وواحد اللي سميتو جامايكا وواحد مزيرة هادوك جوج راه فيهم عملية لوكازمون الناس راه كتستافد دابا راه كتبني كتحيي البارك وكياخذوا البقع ديالهم وكيخدمين واحد اسمو واحد اسمو ديالو جامايكا ولا اخر واحد جامايكا وواحد سميتو مزيرة 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 هادو هما اللي هما اللي كانوا في بوسكورة من القديم راه هما كيستافدوا عملية ديال التحرر خدامة السلطات والجماعة كلشي راه خدامين قلت ليش عملية التحرك فاش دخلت عندك صاحب الرئيس في العمل اللي كتقوموا به ديالاش عملية التحرك فاش عملية التحرك فاش دخلت عندك فاش دخلت عندك المكتب اييه قمت بشي عمل لا نشاط باش كان شي نشاط تما كانشي كانشي اجتماع لحظة هي شي ملاحظة كان واش كان عندنا اجتماع كان عندك كان عندي فوالا كانوا عندنا جمعيات اللي هما عندهم تظاهرات في الاسبوع نيت ولا في الاسبوع الجاي كانت منهم واحد الجمعية اللي هي سميتها جمعية ريهان اللي عندها واحد التظاهرة في هذا الشهر هذا في غابة بوسكورة ثلاث ايام الجمعة والسبت الحد كدير تظاهرات الدراري الصغار الرسوم الموسيقى الامبيونس لانيماسيون وحنا كنساعدوهم هاد الجمعيات بطريقة بحال لأنو كيعجبنا هادشي كيشرفنا وكنساندوهم وكنساعدوهم باش حتى هما ما يرجعوش مشاريع باش يزيدو لقدام كيطلبو منا الطلبة اللي كيطلبو منا كنشوفوهم معاهم كاع اللي نقدرو نعطيوها لهم راه كنعطيوها لهم لا من جوائز ولا من ذروات ولا من جميع ما يكون كلشي كذلك كانوا عندنا شي جمعيات اللي عندهم فهاد سميتهم عندهم دي فينال ديال كأس ديال الكرة ديال الفوت الرياضة وتا هما كذلك باغيين يديروا هاد الفينال يحتفلوا به تا هما كذلك كنسقوا معاهم باش يساعدوهم جايين مثل الرياضة شحال الأنشطة كتقوم بها عامل جمعوي؟ شحال من أنشطة كتقوم بها تقوم بها الجماعة مع الجمعيات حنا ما عندناش حنا اي جمعيه قد عندها شي مشروع شي انشطه بغات ديرها مع الجماعه حنا كنرحبوا بها ما نقدروش نحسبوا لك لان اي جمعيه جات عندنا كنرحبوا بها ما يمكنش لينا نحبسوا جمعيه وحده ولا نجريو على جمعيه وحده كلشي عندنا بحال بحال عمل جمعوي عمل يعني اي جمعيه جات عندنا المكتب حنا كنخدموا معها كننسقوا معها ما عندناش مشكل والجمعيات بطبيعه الحال كاينين معنويا وماديا معنويا وماديا بطبيعه
بدون دعم اللي ما عندوش دعم كتعاونو معاه. كنعاونوهم كنساندوهم، كاينين حتى كذلك عن طريق ناس محسنين ولا شي حاجه كنهضروا معاهم كيساندوهم. جمعية كتزيد. ما فكرتوش باش ديروا شي مركز ثقافي تما؟ فعلا حنا درسنا هاد القضيه هادي، وعندنا واحد دار الثقافه غادي تبنى هاد الايام، مشروع ديال الازدهار. هناك مشروع باش ديروا هاد ديروا واحد مركز ثقافي. عندنا اللي كنفكروا في الحال ديال ديالو، كاين الارضيه ديال دار الثقافه، وكنفكروا حتى واحد التكوين المهني ان شاء الله يكون تما في الاسبوع. حنا المشكل اللي عندنا حاليا هو العقار. هاد الصباح هذا كاين ليكسبيرتيز ديال الارض اللي حنا فيها الجماعه واللي فيها السوق اللي هي دارت لها الجماعه طلب اقتناء وخدات الموافقه ديالها ودايرين لا كوميسيون ديكسبيرتيز اليوم باش يقوموها لينا بشحال. ومن بعد واحد القضيه في هذه المناسبه، كنتمنى انه الناس الاملاك المخزنيه والناس ديال التسجيل والضرائب يراعيو بحال دابا من الجماعه ملي كتبغي تقتني شي ارض لا ما غاديش تبيعها ولا تستثمرها، دير فيها مرافق جماعيه، دير فيها المواطنين، دير فيها السكن الموظفين، دابا حاليا عندنا حتى الموظفين محتاج السكن، موظف خدام جامعة بوسكور وساكن في البرنوصي، بعيد عليه، من حسن الحظ حنا دايرين لهم النقل، ولكن تالي واخا واخا النقل لا سيركيلاسيون ماش بغينا باش يجيو، هو الاشكال حنا دابا دايرين هاد طالبين ليكسبيرتيز لهاد الارض باش حتى هاد الموظفين راه عندنا ما يزيد عن 120 موظف وجاي انا واحد 30 اخرى ولا شحال، يعني راه هاد الموظفين الا استافدوا وكانوا قراب الجماعه راه غادي يعطيو اكثر. وفي الارض اللي هي العود اللي نعطيوها لواحد اخر غادي يشدها ويبيعها ولا حاجه نخليوها. اول واحد باش يستافد راه هو الموظف، انا ما استافدش الموظف ديال الجماعه لا في السكن ولا في علاش المردود ديالو ما يبقاش. لا اسمح لي، انت كرئيس ديال الجامعه فهمتي، انت هو المسؤول على الجامعه، ولكن هذوك الموظفين اللي عندك فهمتي خصهم من فين تبنت الخطوات ديالك بان راه خطوات ايجابيه، قلت تبنى تتحسن الوضعيه ديال الموظف لا في السكن ولا في اي حاجه ولا هذا، تولي قريب هو الابناء ديالو عائلته وداك الشيء راه تيعطي حتى في الجامعه راه تيقوم بالدور ديالو كموظف تيعطي للسكينة، تيعطي للمواطن، تيعطي لأي واحد جاي شو تيبقى يلقاه موجود، ماشي يلقاه هو اللي ساكن البرنوصي هو بوسكورة، راه خصو يفوت السوايع، دير ترونسبور باش واخا دير أنت كاع ترونسبور راه خصو يفوت السوايع، لحقاش كاين سيون كاين هذا كاين الزحامات ديال الطرق راه شتي. على ديك الموظف، نعم ديك الموظف حنا ملي تولينا الولاية ديالنا ديال ربيع عصا، هو سوينا الوضعية ديال الموظفين. مزيان. يعني كنقول لهم اللي عنده شي حق ديالو قانوني راه ياخذو حاليا، ودائما كنقولوها وكنعاودوها للمصلحه ديال الموظف، نقول لهم اللي عنده شي حاجه عطيونا صوبونا الملف ديالو حنا مستعدين، حنا ما كاينش حتى شي اشكال. من الثقافه نمشيو معاك للرياضه. نعم. ما فكرتوش باش كان عندكم تما شي ملاعب؟ ملاعب اللي هي عندها اولا عندها يلاه صوبنا واحد الملعب، درنا ملعب ديال القرب في ولاد حدو، ما فيها حتى شي ملعب بصفه نهائيه. ولاد حدو طلبنا الناس ديال ليديك عطاونا واحد في الارض ديالهم واحد البلاصه اللي درنا فيها واحد الملعب حاليا اللي ما تيخواش من الكره، وفيه تقريبا واحد ما يزيد عن واحد 30 ولا 40 فرقه لعبة فيه. ودرنا في اطار البرمجه اللي فاتت مع الاندياش، درنا برمجنا جوج تيرانات اخرين في جناب هذا الملعب لانه نجح شفناه كيفاش اقبال عليه ما تيخواش من 8 الصباح حتى 6 العشيه. درنا جوج ملاعب اخرى غادي تصوب حداها تما باش على الاقل يترخب شويه. في نفس الوقت عندنا ملعب فوسكوره اللي هو معروف واللي عندنا فريق هو الاتحاد الرياضي اللي في الثروزيام ديفيزيون. الاتحاد الرياضي الرياضي اللي كان الرياضي تابع لهش الاتحاد الرياضي الجماعة ديال بوسكورة. هي الجماعة ديال بوسكورة والجماعة هي اللي كتمولو. ايه راه كنعطيو هاد العام وصلنا ليه عطينا منحة ديال 40 مليون. مزيان. كنا كنعطيو 30 40 مليون 40 مليون سنويا سنويا. ايه سنويا. وكان كياخد 30 وما طرد حال هو كان في الاول هو كاسيم حاليا تنظم كاسيم من الاولين.
هذه كل 3 مليون ما كتكملش لهم عام، كنشوفوا لهم محسنين، اضطرينا المجلس في الدوره وداك الشيء قالك نزيدوا لهم واحد 10 زدت 10 40 مليون دابا اللي تياخذوا. قلنا اللي بغيت نقول لك هو كاين ملعب تقريبا في شي قطاع لونس ديال الاتحاد الرياضي مصعوب اميناجي كيتستقبلوا فيه نيتفورو، وحنا في نفس الوقت بنينا بلي داك الملعب بالنسبه لمدينه بوسكوره دابا كنقولوا مدينه بوسكوره ما كافيش. درنا واحد الدراسه صوبنا واحد المشروع باش ما تفوتيش هاد النقطه هذه. انت دابا قلتي مدينه بوسكوره وتيبان حنا المدينه ديال بوسكوره واش فعلا هي مدينه بوسكوره، واش هي فلاحيه، واش هي سماحيه، واش هي حيت بين الارض فلاحيه اكثر من واش غادي يقولوا حنا هي راه جماعه قرويه يلا دخلت نقزت من جماعه قرويه جماعه قرويه وهذاك الشيء سالت الرئيس داك الشيء اللي كنشوف حيت فاش دخلت قلت لي قرويه ما تفاجات بانها راه حضاريه حضاريه قال لك بلا انه كنا عم بالانشطه اللي داروا دخل في القاموس لان اصبحت حضاريه تشبهش انا تقال بان اصبحت من المدن الحضاريه فكنتي قبلوها لكم في القاموس. يعني البريفيزيون اللي كاينه هي ديال انه بوسكوره في 2020 غتكون ثاني مدينه من وراء الدار البيضاء. يعني الدار البيضاء يمكن في النواحي ديال الجهه ديال تقول الدار البيضاء حيت دابا كاين معده ديال الجماعات قد كاين الجماعه ديال دار بوعز انقلبت حتى هي راه دار بوعز حتى هي راه فيها جماعه قرويه جماعه تمام. ولكن المشاريع اللي كاينه دابا اللي هي في طور الانجاز اذا تجي انت مع بوسكوره الى تشوف دوك لي بوجي ديال لي بروجي دو كونستركسيون بارتو بارتو شفتو المشاريع هنايا داك الشيء علاش دوينا المشاريع اللي صارت دوينا على المشاريع دوينا على السكنيه و... نعطيك غير مثال المدينه الخضراء فين كاينه فوسكور موسكور مدينه فيها يمكن 1000 قطار وحاليا وما عرفتش واش شفتوها ولا ما شفتوهاش مدينه في مستوى رفيع وراها دابا تقريبا راه الشهر الاول ديالها راه تمر الناس قريبه تسكن راه داخلين دابا طابلي لا ريسيبسيون من حدا الغابه من حدا الغابه بوسكور مدينه مدينه كلها دير تقريبا مدينة كلها اللي في مستوى رافع عاد المشاريع كل الاخرى اللي كاينه كلها كتنجز باش نهضروا عليك انت دابا دوينا نعم اليوم قبل ما قلتهاش اللي فاتني وهي ديك التثنية ديال الطرق دابا عندنا الطرق لي كرون زاكس اللي كيدخلوا البوسكورة اللي من بريكولاج وكتمشي كتمشي للبوسكورة واللي كتدخل من الجيراتور من لوطوروت وكتدخل البوسكورة هادو كلهم فيهم دي بروجي دي دوبلومون صفقة تاع باكس هاد الايام غتبدا لي بروجي دو ديدوبلومون وهادو راه فيهم ليكليراج بيبليك فيهم دي دوبلومون ديال لي فوا يعني تتم غادي بحال غادي في لوطوروت كروس بوسكورا حتى السونتر هادا نزيد كاين لي بون بربعة خدامين فيهم الاشغال القناطر ديال كلهم فيهم الاشغال واحد راه كمل راه تندوزو فيه دارت كمل صافي الاخرين ثلاثة فيهم الاشغال الثاني راه تقريبا كمل وجوج اخرين راه تما غادي يعني جميع باش استثمارات كبيره باش ما نبقاش نهضروا غير الجمال جلا ما نهضروا عليك انت كرئيس يعني انت كيفاش يعني داخل هذيك الجماعة كيفاش تحس واش تحس يعني انت يعني مرتاح للعمل ديالك كرئيس جماعة او عندك شي مشاكل داخل الجماعة او شي حد يعني ما انت تبغي المصلحة العامة هو باغي المصلحة الخاصة وكاين هاد النوع هذا في عدد من الجماعات وربما حتى من العمل واش تتعامل معك مزيان شي مضايقة يعني بحال هكا انا المهم الحمد لله من مدينة الولاية ديالنا وانا كنمارس العمل ديالي ما كنحسش في الاول كانت ديك المعارضه واللي انا كنت عارف من هاد المعارضه ولكن عرفتها ما غادومش لانه حنا داخلين بالنيه ديال العمل اذا بقينا غادي كنشتغلوا المشاريع بدات ولو كانت المعارضه المشاريع بدات انطلقت يعني حتى الراي كاين الراي العام شي اي واحد من الاخوان اللي غادي يشوف الراي العام غير يسخط عليه بطبيعه الحال ما غايقبلش تمام دونك ملي الراي العام كيشوف بانه كاين التحركات
كلشي كيولي غالي معاك اكيد شي مشي مع التيار الاغلبيه ديما غالي الاغلبيه تزادت حنا بدينا في الاول ب 20 شويه دارت المعارضه من اجل المعارضه تحيدات خمسه وعاود زادت طلعت دابا ب 30 ب 28 الاغلبيه دونك راه بقاو خمسه ديال الاعضاء ولا اربعه اعضاء ولا خمسه في المعارضه ما تيبغيوش يجيو كاع باش المعارضه باش يجي عارض ما كيجيوش المهم انه اللي بغيت نقول لك حاليا الحمد لله مرتاحين تماما الارتياح في الخدمه ديالنا ويمكن نقول لك هذه يمكن تعرفوها ولا تكون انا كندخل الجامعه مع 10 ان شاء الله ربع 10 اذا هاد الضروره كان شي اجتماع خارج ولا شي كوميسيون 11 هكا كتدخل كنخرجوا من الجامعه حتى كنساليو ماشي بوحده ولا جوج خصني نخرج شنو الساعه خمسة أربعة ستة على حسب العمل غدا كنتغداو مرة ثلاثة ستة عشية على حسب العمل يعني خاصك ما تخليش شي حاجة للغد لي لأن الغد لي عنده حتى هو إلا خليتي هذه تغدا وما تغدا تكاثر عليك واحد هذا كتصبح ما تبقاش باغي تمشي ما تحل حتى شي مشكل هذا هو اللي مهم والحضور اليومي هذا يشرف الحضور اليومي اليومي بهذا الرئيس هذا مناضل جدا راه شفت الاعمال ديالو الشهاده ديال السلطه في واحد الاجتماع مع الناس بانه تهكا تنهضرو تدخلو نسبه الناس تهكا قال لهم اول مره حنا كنشوفو رئيس كيخدم اكثر من موظف موظف غيجيك مع 8 ونص ولا 9 ولا ربع ويقدر يمشيك مع 4 ونص قالك كنشوفو رئيس كيخدم اكثر من موظف بقى خدام حتى الستة حتى السبعة حتى الخمسة ويخدم معاك السبت ويخدم معاك الحد ويخدم معاك الأعياد ويخدم معاك يعني اللي ما كيديرش معاك موطر هادي اللي بغيت نقول لك هو حتى بالنسبة لنا حنا الخدمة ديالنا مرتاحة الحمد لله ما كاينش مشكل وحتى الإخوان الأعضاء الله يجازيهم بخير الصراحة لأن عارفين المعقول كاين عارفين إننا باغيين نخدمو كلشي ملتزمين معنا وكلشي لأن يطلبها الجماعة هي الجماعة يطلبها الجماعة اسمعي يا رئيس ولكن ما كاين حتى شي معارض لا اللي كاع الاخوان اللي كيكونوا في الجامعه كلهم ما كاينش معارض ما كاينش اللي من المعارضه كيبدا ما كيجيوش كلشي ملتزمين معاك لا ملتزمين معنا باش دوك اللي معارضين ما كيجيوش كيبانوا شي خمسه هكاك ولا سته ما كيحضروش حتى الدورات ما كيجيوش بعض المرات شحال بهم تقريبا ما كنقول لك انا شي خمسه ولا سته كاع عمر اخرين كلشي ولا كلشي باغي يخدم باغي تازمين معاك كلشي على ما يرام وتنتمنى لك النجاح والتوفيق نتمنى باش نتلاقى معك في فرصه اخرى ان شاء الله ونناقشوا معك شي كان شي انجاز حنا دابا هادشي اللي عطيتينا ها هو التسجيل عندنا ولكن غادي ربما جيتو شي حاجه شي معلومات في التليفون ولا عيطوا لي باش نشوفوا هاد الانجازات اللي قلتي غادي تكون ان شاء الله وغادي تكون بنجاح غادي انت تخرجوا تاخذوا لهم التصاور سهره هذا الشيء علاش انا درت معك تنسيق درت معك لي حاجه انت تتسهر على هاد الشيء هذا حنا غادي نخليو تيكمل هاد الانجازات اللي عندك تكون ان شاء الله ونجيو نزورك تما وناخذوا صور عندك جدد وداك الشيء نعاودو ثاني نديرو معاك شي حوار ان شاء الله يكون في المستقبل مرحبا ونتمنى لك النجاح والتوفيق اللهم امين اللهم امين شكرا